بيبسي كاتشينج ماستر كلاس عشان تاخد هنا في مانشستر. هنا مانشستر سيتي يلعب ماتش تاخد باكيج فيها لون مانشستر سيتي، بكده تلعب ماتش في 8 لعيبة من مانشستر سيتي تاخد المدرب بيب جوارديولا، وهنا تلعب ب 8 لعيبة تكسب ماتش ب 8 لعيبة من مانشستر سيتي في الفريق، هتاخد رودري وهالاند. ولما تكسب ماتش في 8 لعيبة من مانشستر سيتي في رودري وهالاند تاخد التيشيرت بتاع مانشستر سيتي، وفي الآخر تاخد 1000 XP. نفس الكلام لليفربول، تلعب أي ماتش هتاخد باكج فيها لون لعيبة من ليفربول، هنشوف كام لعيب دلوقتي باكج فيها قد ايه. و لو لعبت ماتش فيه 8 لعيبة من ليفربول هتاخد المدرب سلوت، ولو لو كسبت ماتش فيه 8 لعيبة من ليفربول هتاخد لو كسبت ماتش فيه لعيبة 8 لعيبة من ليفربول هتاخد صلاح وفان دايك 9 ماتشات لون. واخر حاجة لو كسبت ماتش هتاخد التيشيرت بتاع ليفربول وتاخد 1000 XP. هنا بقى تكسب ماتش، هنا تكسب ماتش برضو، هنا تكسب ماتش، بس لازم يكون هنا عندك صلاح وفان دايك في الفريق. غالبا هتكسب ماتشين، أول ماتش هيكون عندك 8 من ليفربول مفهومش فان دايك أو صلاح أو مفهومش حد فيهم، وبعدين لما تكسب 8 ماتشات تكسب ماتش فيه 8 لعيبة تاخد صلاح وفان دايك، وبعدين تلعب بقى ماتش فيه دول فيه 8 من ليفربول تاخد 1000 XP اللي هي المهمة. تعال نبدأ أول حاجة بالباكج بتاعت مانشستر سيتي. الباكج بتاع ليفربول فين؟ يا رب يكون فيه على الأقل 8، يا رب يكون فيهم صلاح وفان دايك. نشوف فيها كام، نفتح الباكج بسم الله، في 11 لعيب حلو، 11 مش 8 حلو، وكل واحد لون 9 ماتشات. نبدأ بالسيتي بسم الله، يا سلام لو فيهم هالاند دي بروين، مفهومش هالاند ولا رودري، هي إيدرسون و دي بروين و فودين و روبن دياز و راكي. تمام، حتى في من البنات كمان، مانشستر سيتي من البنات أتيكاوا. فريق ليفربول هاب صلاح و فان دايك، مفهوم صلاح و فان دايك، يبقى هما غالبا الباكيج مبيحطوش فيها صلاح و فان دايك أو هالاند عشان تضطر تكسب ماتشين. تمام، هنا كلهم ولاد مفيش بنات خالص.